هذا بيتنا البسيط، وهذه هي ساحة بيتنا. هدول هم أهلي، ماما، أخوي الكبير وجيراني، ومن هنا هدول هم صفاني. هدول أنا بحب أطعميهم وأربيهم. وفي هنا عنا مشكلة صرف صحي مع الأسف، بنحاول نعدل عليه. إحنا بيتنا مبني من الزيت، فبيكون في الشتاء كتير برد وفي الصيف كتير شوب. بينقط علينا مطر في الشتاء، وقبل كم شهر طف علينا الوادي وغرق بيتنا. بنروح لغرفتي أنا وخواتي. إحنا بنعيش في هاي الغرفة ثلاث بنات، بنقضي فيهم، بنقرا هين، وصحيح إنها صغيرة علينا بس إنه بنعيش فيها. هلقيت أجا موعد مدرستي. بسبب الكثافة السكانية في غزة، مدرستي عبارة عن فترتين، مسائي وصباحي. بنرحلها أنا وأختي في الفترة المسائية، وبتبعد عن بيتنا حوالي نص ساعة مشي. رغم الظروف الصعبة اللي بنعيشها، إلا إنه التعليم إشي أساسي لا غنى عنه. عشان هيك أنا متفوقة في دراستي وبجيب درجات عالية وملتزمة فيها، وبحاول ما أغيبش عنها نهائياً. وعندي أمل كبير إنه التعليم رح يغير واقعنا في غزة إلى الأفضل. بحب أستغل وقت فراغي، فانضميت لمركز رسل الممول من الإغاثة الإسلامية، وانضميت لنادي الإعلام والتواصل، ومن هنا اكتسبت مهارات كثيرة زي كتابة التقارير، تصوير ومونتاج، وطورت شخصيتي وبنيتها. وأكيد ما بنسى وقت اللعب أنا وصحباتي، بنضحك كثير وبنتسلى وبنحلم بواقع أفضل. وهذا يوم الحلو باختصار. This was Hamster's story before the current events. Together, with our Ummah, we will rebuild Gaza and give hope to thousands more like her. Support our work in Gaza. Give generously.